السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم عالم اميه متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. البارح في اللايف كما شاهدتوا معايا جميع كان معنا السيد اسمه مسيو العمراني، قال لك بان الاشغال راها بدات في مشروع مفتاح العليا. قلت له انا ما نقدش نقول لكم واش بدات ولا ما بداتش، خصني تمشي نشوف بيدي. وفعلا هذا الصباح مشيت لتما كما كتشاهدوا معايا، الاشغال على قدم وساق كما كنقولوا. ها انتم كما كتشوفوا يعني واحد البلاصه هذه اللي هنا الفوق راه بدات، هذه هي كتشوفوا فيها مزيان، راه بدا الساس، راه تحفر الساس، راه داو اش كيسميوها ديك الساس الاولاني، وداو ديك الضاله الاولى اللي كتكون عاد دابا راه خدامي في السواري. نفس الشيء بالنسبه لهنايا، انتم كما كتشوفوا الرافعات راه خدامين. يعني السي العمراني شكرا لك. ومن هذا المنبر هذا كنوجه نداء لجميع الناس اللي كيمشيو يشوفوا كاين اللي شرا من عندهم، سواء ماشي غير مفتاح العاليه، سواء اي مشاريع مشيتوا شفتوا الاشغال كتقدم، فرحوا الناس. راه كاين اللي ما ساكنش في طنجه، كاين اللي ما عارف شنو كاين، كاين اللي شرا وبعيد على طنجه، كاين اللي برا المغرب، كاين اللي في كازا، كاين اللي في اكادير. المهم ها انتم معنا بالنسبه للناس اللي خداو في مفتاح العاليه ديال طنجه الباليه. ها انتم كما كتشوفوا الاشغال راهم خدامين. حنا هنا صورنا لكم بعض الصور اللي دايرينها في الاشهار ديالهم. ها انتم كما كتشوفوا راه الناس خدامين، بداو بهذه المنطقه الفوقانيه كما كتشاهدوا معنا، والطلقان راه واصله ليهم، وصل ليهم كل شيء كما كتشوفوا. التصريح 100% الجوده في البناء والتسهيلات في الاداء. اللي غتقول لي كيفاش التسهيلات، راه ديجا في الفيديو اللي كنت نزلت هذه واقيلا شي 3 موا ولا 4 موا راه ديجا شارحه فيه كلشي وعاطيه فيه لي زانفورماسيون. عاود الفيديو اللي نزلنا هادي شهر كانوا باقي ما يلاه بداو شي حاجه قليله لتحت، راني كنت نزلته. وان شاء الله باذن الله كل مره ديك 3 شهور هكاك نمشي نشوفو، باش حتى الناس اللي شراو من عندهم يفرحوا، حيت كاين باقي بزاف د الناس كيسولوني في الخاص، كيدخلوا عندي في الواتساب وكيقولوا لي واش داك المشروع ثقه، واش نمشيو نحطوا فلوسنا، واش هذيك كاين داك لو دوت. ولكن ملي كدا تشوف الاشغال خدامه، يعني بنادم يتوكل على الله. وكما كنقول لكم ديما وكما عودتكم، استخيروا ثم استشيروا ثم توكلوا على الله، لان الطريقه ديال الاداء ديالهم بالنسبه لبزاف الناس راها ممتازه، لان بدون ربا وتصريح 100%. خصوصا بالنسبه للناس اللي على برا كيقولوا لي احنا بغينا مشروع ب 25 مليون، هو هذا المشروع اللي كاين في طنجه لحد الان ب 25 مليون تصريح 100%. وكاين مشاريع في جهه الغابه الدبلوماسيه اليونس دارنا، ان شاء الله دابا نمشي لكم ليها ونصورها لكم. المهم هذا قريب في وسط طنجه، ما بعيدش، قريب لك البحر بخمسه دقائق بالطونوبيل، علاج لك كاع 10 دقائق ما كاملاش علاج لك تهبط للبحر. المهم اللي بغى يتواصل معاهم، راه النمره ديال كازا راه كاينه تما، كياخذوا لي رونديفو مع المكتب البيع اللي كاين هنا في جهه ديال طنجه الباليه، يتواصل معاهم ويكون خير ان شاء الله. عليها كنقول لكم الله يجزيكم بالخير. اللي عنده شي معلومات على اي مشروع وهذا ما يحاول انه ما يبخلش علينا، الله يجزيكم بالخير، لان كاين بزاف الناس كتستافد، وكاين بزاف الناس ما جايباش الخبر على بزاف المشاريع. وهذه قناتكم كما كنقول لكم، تعاونوا مع بعضياتنا يد في يد حتى كل واحد يلقى داكشي اللي بغى. وان شاء الله هذا المشروع هذا ومشاريع اخرى نتناقشوها ان شاء الله في اللايف. انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، وشكرا بزاف للمسيو العمراني اللي عطانا الخبر، وفعلا الخبر هي هذيك. شكرا لك بزاف اسيدي، وشكرا لكم. ما تنساوش باللايكات وبالتعاليق، واكيد اللي عنده شي طلب اولا اللي عنده شي دار اولا شي ابارتمون يصيفط لنا في الواتساب، نزلوها ليه في فيديو خاص. وشكرا لكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.